كل الود والتقدير واجمل واندى تحايا المسائية لكل الناس اللي بتتابعنا دائما وبترافقنا من خلال هذا المشوار وهذه المشاوير الراتبه على قناه الخرطوم يوميا. هذا المساء اطلاله جديده اطل فيها عليكم، سعيد بكل اللي انضموا لبتاعتنا بدايه هذا المشوار، وسعيد ايضا باطلاله واحد من الاصوات الشبابيه القرائيه الام درمانيه محمد الوسيله. مساء الخير. مساء النور عليك. كيف الاخبار؟ الحمد تمام لله. تمام الحمد لله. سعيدين والله بوجودك ونورتنا كثير في استوديو هذا المساء. انا اللي ازعل والله، انا اللي ازعل. يديك العافيه. وبرضه تحمد نجم الدين الفاضل. مساء الخير يا اخي. مساء النور. كيف الاخبار؟ تمام الحمد لله. محمد الوسيله، انا قلت ام درماني بالضبط. المكان له تأثير، يعني ارتباطك بالمكان وارتباط الاسم ذاته بالفن وبالإبداع برضو عنده مدلولات وعنده معاني. أيوة. وكذا. نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يعني معليش يعني الحاجة اللي هقولها، لكن أم درمان غير والله. جو أم درمان غير وغنى أم درمان غير، يعني بالذات الحقيبة. يعني نحن مما قمنا حبوباتنا وأبهاتنا ده الغنى اللي قمنا به. يعني اضرب لك مثل بسيط، انه الاطفال في البيت يعني لما نيجي ينومون، الطفل مثلا بينوم بين النوم النوم تعال، نحن او انا عشت في بيئه او اتولدت في بيئه بينوموك مثلا ب مثلا قلبي هماله. يا سلام، فهمت كلامي؟ يعني مثلا خلي العيش حقنا الحاجه دي، وارتبطنا بها من يعني من ما نحن صغار، ده ارتباطنا بها ارتباط شديد جدا جدا. طيب انت ما حتنومنا يا قلبي هماله، لكن حتصحصح بينا. اصحصح بينا باذن الله. يا قلبي هماله هي واحده من اغنيات الحقيبه اللي رددوها مجموعه كبيره جدا من الفنانين الشباب. حنقوم نسمعها معاكم مع محمد نجم الدين ان شاء الله. اهداء لكل احباب المساء الناس اللي بتتابعنا. لحن اول من ثم مضابط حوار مختلفه مع الفنان محمد الوسيله. اسمع.
الذهب للهواء أقمى
شكرا يا محمد. محمد ما دارين نطلع من الاجواء الامدرمانيه دي. انت من اسره رياضيه، امدرمان برضه معروفه بالرياضه، ومن اسره متصوفه، وامدرمان برضه متصوفه، فالميكس ده شنو يا اخي؟ الله يا ربنا اراد كده. الحمد لله حاجه انا بحمد على ربنا سبحانه وتعالى يعني. الحمد لله انا يعني زي ما قلت لك جمله في اسره رياضيه اللي هو الحاج عبد الرحمن شاخور اللي هو رئيس نادي المريخ. ف قمنا تحتهم طبعا الحمد لله ومتصوفة. أنا تابع لسيدي الشيخ الأمين عمر الأمين ما شاء الله مسيده هنا فيها ودي البنا، فقاعد معه سنة حاليا برضو، وجينا من المديح. يعني المديح سبق الغنى ولا الغنى سبق المديح؟ والله لو قلت لك حاجة ممكن تستغرب. يعني بديت غنى أيوة، لكن مشيت في شارع يعني كنت بكل صراحه مشيت في شارع ما تمام في يعني في يعني في المجتمع الفني ما كله فيه مشاكل، لكن في ممكن اقول لك الاغليه ايوه. فوقفت وجيت قعدت في المزيد مع الشيخ، بديت مديح. يعني غير يعني غير الاثر النفسي او الاثر الروحي للقعده في المزيد وللدروس حقت الشيخ وكده، المديح عنده أثر على الصوت في ذات نفسه. يعني إحنا بنمدح يعني مثلا ما في آلة موسيقية أيوة، كل الاعتماد بيكون على صوتك أيوة، يعني من ناحية هرمنة الميلودية بيضطر تكون ماسك التيغاعك. المزالة شوية صعبة يعني، أنا عن نفسي ممكن أقول لك المديح أصعب شوية من الغنى أيوة. أخذت فترة يعني كويسة جدا اداني دفع في الغنى، يعني استفدت منه كثير جدا جدا، يعني طبقات الصوت وقوة الصوت والتطريب فيه تكنيك. يعني انا ما ادري صعب اقول لك صعب، لكن يعني بيفتح لك افاق في الغنى، لانه ايقاعات المديح هي برضه مشابهه للحقيبه بالضبط، والمديح بيضطر يعني بالضبط بالضبط بالضبط. يلا هي في الاول يعني احنا بنسمع يعني من الناس الكبار العاشر والناس اللي حوالينا يعني بيقول لك انه كان في مديح حتى ان جات الحقيبه. يعني زمان كان المديح عملوا اغاني الحقيبه دي على الحان مديح في الاول مجاريه للحن ايوه، اغنيه الحقيبه مجاريه للحن مدحه ايوه والله اعلم. بس حاليا يعني زي ما مثلا الشيخ البرعي بقى بيشيل من الحقيبه بيعمل مديح بيشيل اللحن في مجموعه من الحد من المدايح أيوة 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 الحانه وايقاعاتها مستنبطه من اغنيات الحقيبه. يعني انت لو ما ركزت مع المفردات فبتقول ان هي دي الاغنيه ذاتها بالضبط. فهي في حد نفسها حاجه جميله جدا جدا. يعني اسي حاليا الشباب مثلا اللي في سننا او الاصغر شويه ما عنده انترستنج شديد للمديح مثلا ايوه، لكن لا من الجلو مدحه في قالب بتاع حاجه أيوة حاجه أيوة هو سامعها، فيلا بيركز في الكلام اللي هو بيكون فيه عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عن مثلا إرشاد في الأمور دي يعني مثلا، فبيجذب انتباهه. بدأت بأغنيات الحقيبة بالضبط، وزي ما أنت ذكرت أن أغنيات الحقيبة هي قريبة قريبة جدا للمديح برضو بالزبط. في برضو غنيت أغنى حديث أيوة، ويمكن تكون واحدة من الأغنيات اللي كنت بتبرف عليها قبل شوية أيوة. هي كتبة شاعرنا من هنا والله بنحيوه وبنقول له مساء الخير الشاعر الأديب الجميل شاعرنا عثمان العوض. اللهم مع أن الأغنية فيها حبة عتاب وملامة شوية، لكن إحنا بنقول لشاعرنا يعني خفف الملامة دي شوية. في القلعة رجعوا يعذبونا برضو اتغنت من مجموعة كبيرة جدا من أيوة الفنانين أيوة بالضبط، وغناه أستاذة ترباس ومجموعة كمان من الشباب أيوة برضو غنوا. فنحن نقوم نسمع أبشر إن شاء الله الأغنية دي، ومن ثم نتواصل في الحديث. ونحن من هنا في هذا المساء عثمان العوض بنقول لهم مساء الخير، وإن شاء الله رب يديكم الصحة والعافية. الله يخليك. عزيفوا أولاد
يا سلام، شكرا محمد الوسيلة. محمد الوسيلة ممكن نقول الملهم الحقيقي التفيه والأثر الروحاني في الخلاوي وفي المسيد وفي المديح وفي المفردات، حتى هي ذاتها بتاعت المديح وكذا. أيوة، ممكن نقول له دور كبير، له دور كبير جدا جدا يعني في تكنيك الصوت، يعني لأنه حتى نبرة الصوت بتحسها مختلفة. طيب، يعني الشيء اللي بنعرف انه ال بيمدح وبيغني في وقت واحد، نبره صوته شويه كده بتحس بانها فيها حاجه مختلفه، فيها بصمه. والله اقول لك حاجه، ممكن تقول من جوا الجو اللي احنا بنكون قاعدين فيه في المسجد، يعني اذا علمت او عرفت اقول الحاجه من جوا، يعني مثلا في مدح المصطفى عليه وسلم، انت الحاجه لو ما حاسيها ما بتقدر تقولها، بالذات المديح. ايوه، يعني لو ما عندك محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ما حتقدر تطلع الإحساس اللي جواك تسمعه للناس. يعني تطرب أنت أول حاجة، لا من تطرب الناس بيطرب. يلا الحاجة دي بتجي معاك وين؟ بتجي معاك في الغنى برضو. أنت يعني أسي، أنا عندي غناعة إنه أنا مثلا محمد ما أي غنية بغنية. أيوة، أنا يعني غنية أنا ما حسيتها، غنية أنا ما عشتها، ما بقدر يعني، ممكن أقول لك ممكن أبوظ الغنية. طيب، المسجد فيه الذكر وفيه المديح وكذا، فياريت لو كان نسمع نموذج من غير أورغا أو من غير موسيقى. أوكي، قصيدة أو مدحة وكذا، يعني نموذج صغير. طيب، اللهم صل.
إلى متى أشوفك يا رسول الله نكون في كنوفك يا رسول الله لولاك ما كنا يا رسول الليل قولي لا جل يا رسول الليل لك لجمعت حل يا حبيب له يلبيك مصروف له يا رسول الله الله إلى متى أشوفك يا رسول الله نكون في كنوفك يا حبيب الله يا سلام صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بوركت يا محمد الله يبارك فيك طيب محمد في الآونة الأخيرة يمكن مجموعة كبيرة جدا من الأصوات الشبابية ظهرت في ساحة الغناء السوداني مرددين لأغنيات الغير وفيهم جبهة منتوج فني خاص فصراحة يمكن تكون الأصوات يعني كثير جدا متشابهة على المتلقي يعني لكن في المصير وحريص أنه يجي بحاجة جديدة تكون ترند وتكون حاجة كده لافتة أيوة. ففي ناس حريصين حتى لو كانت الحاجة دي نشاز أيوة أيوة أيوة. فدار أشوف المنتوج الفني الخاص طيب في مشروع زي ده والله هو فيه وحاليا يعني في كلمات جاهزة وملحنة يعني هي لا من تسمع ممكن تقول دي حقيبة فيها نفس الحقيبة برضو أيوة فيها نفس الحقيبة لكن كلمات وألحان جديدة وإن شاء الله في يعني قبل العيد أو في عيد الضحية إن شاء الله بتنزل في عيد الضحية بإذن الله ألبوم كامل بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله نحن قبل كنا بنتكلم عن الأسرة وقلنا مكسي ما بين الرياضة وأسرة متصوفة وأسرة فنية وكذا أيوة. من الناس في الأسرة هو بمثابة المرجعية بالنسبة لك طيب أول حاجة ما أسرة فنية يعني إحنا أو يعني في وقت الغون عندنا في البيت مشكلة كيف مشكلة إنه زول يطلع برا يغني أيوة عرفت كلامي فعموما المجتمع السوداني بينظر حاليا للفنان أكون معك واضح يعني بكل شفافية إنه ما محترم والحقيقة دي أنا يعني ضدها جدا جدا يعني أوكي الفنان زول بيطلع بيغني حفلة دو ما إلا يتعاطى أو ما إلا يعمل وما إلا يعمل لا لكن المفهوم الغلط اللي أنت قلته ده ما عند كل الناس ممكن تكون عند فئة بسيطة جدا والله أنا أكون معك أوضح الحقيقة دي ممكن تكون عند 80% من الشعب السوداني نسبة كبيرة يا حمد كمان ما أوكي طيب أنا ما يعني الحاجة دي أول حاجة مثلا المجتمع اللي حولي أنا أول حول أصحابي أول حول الحولهم دي هي محلية بتوقف على المحتوى اللي أنت بتقدمه عرفتك طالما أنت يا محمد بتقدم محتوى يليق بسبع الناس فأنت تظل محترم عند الناس أوكي أنا معاك في الحتة دي لكن هم ما بينظروا للمحتوى بينظروا لأنك فنان زول بتقيف قدام ناس بتحيي حفي معناته أوكي أنت ممكن يكون تحتك خط مع أنه ممكن الزول ده بيطلع من بيته بيمشي حفلته قبل يمشي حفله يصلي صلاة العشاء بيطلع حفلة دوية رايح في أمانتين لا عنده حاجة لا بتعاطى لا بيعمل ولا 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 كده يكون انطباع يعني سايد في بعض الناس يعني اختلاف النسبة والتناسب لكن النسبة هي قليلة لكن كل الناس بتحترم الفنانين اللي بيقدموا اللي عندهم طرح جميل اللي عندهم غنى جميل اللي عندهم منتوج جميل بالضبط فيظل الفنان محترم لأنه بيفنه وبمحتواه وخلى الناس تحترمه لكن إذا أنت كمان بتتناول حاجات ما بتليق بالسمع فممكن الناس أو المتلقي يصنفك زي ما هو عاوز هو ممكن فعلا يصنفك لكن في حاجة برضو سبحان الله يعني ممكن المجتمع اللي بيخط تحتك خضة هو ذاته الفترة دي في ستايل معين بتاع غنى أيوة بيمشي معه لو مثلا قفلت روحك على الحقيبة أي أوكي ممكن تشتغل حفلات وتطلع وكده لكن خلاص انت قفلت روحك في حتة معينة عندك طبقات او عندك ناس ما حتصلون يعني انت في فهمك انك انت لازم تجايل الناس لازم ايوه يعني شوف سي شيخ اللمين عنده مثل بيقول انا طوالي بيقول شيخ اللين قال انا لما نطبقه لك هنا عندنا في 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 قصة الاغاني بقول لك يعني انت ده مثلا فنان لازم انت تميل على حسب الشارع العام على حسب الشارع العام كيف يعني مثلا
مشيت حفلة أول حاجة الحاجة اللي أنا بعرفها أنت ممكن تغيم الحفلة أو تغيم الناس اللي حتقول شنو هنا. أنا حاجة للمحور ده أيوه. يعني حاشوفك أنت زادة بتغيم الناس بشنو بمصحرة بشكلها بطريقة لبسها بطريقة تعبيرهم بتفاعلهم وكده لكن نغني. أوكي أبشر إن شاء الله حنسمع نسمع يا جميل يا منتهى الإلفة أستاذنا الكبير حسين شندي. تحياتي للأستاذ حسين شندي والله بقول له مساء الخير.
واقول على حسك الفلان مشاعر الرائعه ما صدفه يا سلام يا سلام خليك شكرا لك يا محمد الله يبارك فيك يا جميل يا منتهى الإلفة الله يخليك وبجد يمكن تحدثت معنا بشفافية ما في أي كلفة الله يخليك أخي كتر خيرك كثير ونورتنا والله في استوديو هذا المساء بينوركم والله بينور ويمكن إحنا على مشارف المبارح هذا المكان وهذا المساء لكن لابد أن أسألك عن محور آخر مستقبل الفنان محمد الوسيلة طيب إن شاء الله يعني عندنا ترتيبات وأول عمل أو أول ألبوم إن شاء الله حينزل في العيد إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله نعم فيه هو خاص مزيد من التوفيق والله نورتنا كثير الله يخليك ومساحات الحب واوسع إن شاء الله شكرا لك كمان العازف آلة الأورج محمد نجم الدين الفاضل ده ولد أستاذنا الفنان الكبير نجم الدين الفاضل نورتنا كثير في استوديو هذا المساء برضو الفنان محمد الوسيلة الله يبارك وحنختم معاكم بعمل غير كل الناس اللي رافقتنا بالمتابعة وكانوا معنا من بداية هذا المشوار المسايا قدم بمشيئة الله فريق أبل الجديد وإلى نلتقيكم بمشيئة الله في مساحات أخرى وإلى ذاك الحين دمتم وداوم لد بيننا وبينكم ختاما محمد الوسيلة في أمان الله هو لا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اما من ظرف في السماوات ومصا إلا الملائكة خرا وسجان آئلي لقد جاء أوان أحمد وتوالت بشر الهوات في أنغات ولد المصطفى وحق الهناء مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم